مع تجمد السياسة في اليمن دخلت الكوليرا في سباق مع الحرب، حيث أضحى المواطن محاصرا بين موتين ولا حياة. وهي الحياة المنسية في حسابات السياسيين وحتى المنظمات الدولية التي تكتفي بإصدار التحذيرات وعقد المؤتمرات. This is the world's largest cholera outbreak. تقول وقائع المؤتمر الصحفي المشترك لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسف الذي عقد في صنعاء أن الوضع في غاية الخطورة، لدرجة الانتشار السريع للوباء الذي توسع جغرافيا ليشمل 285 مديرية في 21 محافظة. Between the 27th of April and the 30th of June, we ففي الفترة من 27 من إبريل وحتى 30 من يونيو بلغ عدد الإصابات بالكوليرا 246 ألف حالة، وصلت إلى المعدل الدولي للإصابة بالوفيات في ظل وجود بلاغات عن 1500 حالة وفاة وفق بيان منظمتي الصحة واليونيسف. انهيار المنظومة الصحية وانقطاع الرواتب جعل من الكوليرا بتحذير منظمة اليونيسف أسوأ وباء على الإطلاق، بل وبمستوى غير مسبوق، وهو ما يعقد من أمر مكافحة هذا الوباء الذي يستلزم بحسب الصحة العالمية تضافر جهود قطاعات المياه والإصلاح البيئي والصرف الصحي والصحة والتعليم. حرب وكوليرا، والضحية الأولى هم الأطفال، حيث تقدر منظمتا الصحة واليونيسف نسبة 50% من الإصابة للأطفال، بينما تسجل المنظمتان يومياً 5000 حالة إصابة. يولد الأطفال في اليمن ولا يقدر لهم وفق منظمات دولية رؤية نور الحياة، فربع الوفيات من وباء الكوليرا من الأطفال، ففي كل دقيقة يمنية هناك طفل يتم الإبلاغ عن إصابته بالكوليرا من بين مليوني طفل معرضين لاحتمالية فقدان الحياة.